بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال من قسم الإمام ابن القيم الجهاد إلى أربع مراتب. ابن القيم خرجنا دي جهاد جاينت جهاد تي نينت خاج بي تجيتو جهاد النفس جهاد سبكن يكون بالعلم والعمل والدعوة في سبيل الله والصبر. لول ني موي امي موي تي جانغ خام خام اك جيفه اك ووتو تي يونو يالا والصبر اك موي بو نيك تي ريك نيت كي دال تي جهاد بكنا. جهاد الشيطان يكون بترك الشبهات شرك وبدع والشهوات كبائر وصغائر. جهاد الشيطان moy bayyi ay leunt bokal yalla wala bida ak xetu top sa bakken yi nga xamantene ben mu nek ay bakkar yu mak wala ay bakkar yu ndaw. jihadul kuffar wal munafiqin jihad ak yeferi ak nafiqi yakunu bil qalbi wal lisan wal mali wan nafs. lolou da fay amé ci sa xol ci lammi ci waxo wal mal salal wan nafs ak sa jëm ji. jihadu جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات يكون باليد واللسان والقلب. جهاد نك أك توين أك نيغا خامتاني دوني توين دي ني دافاي بدع أك خيتو مو يال لول تاميت يكون باليد واللسان والقلب. الخاتمة من يجب على كل عاقل أن يتأمل هذا المتن العظيم ويعتني به اعتناء خاصا جدا لما تضمنه من أصول عظام يحتاج إليها كل إنسان في قبره. من في نيتين من المعيدة فإذا الدور تكبك أم خل rek mu fettantal nak bi le tere bu mag mu yitte wo ko nak ap yitte wo bi nga xamantene ko koy jegal deug deug jegal ngir lu mu lambo bi le tere ay ciosan yu mag ba nga xamantene soxla nako bepp doomu adama ci bir bamela mu tije tere bi wax ni hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم.